خير راجل اقعد. انا بتاع سبيشال افكت. سبيشال افكت اه بقى تنك وتقرعن على الشغلانه. بتعمل انت ايه يا ازا بالمكائن؟ هي نيتها الوان وشويه رطوبة. مش شايفين ايه؟ ايه ده؟ ده البيت اللي هيدور فيه فكره الفيلم اللي بحلم بتحقيقها. والله يا اسماعيل انت صعبت عليا. ما عندكش اي فلاش عليها الشغل بتاعك اوريه لاي منتج من المنتجين اللي بقعد معاهم يمكن تلفق؟ بجد يا جريشة؟ اه برنس يخرب بيتك. 2 مليون؟ اسم كبير زي هند صبري هتطلب ايه اقل من كده يعني؟ على فكره انا حاولت معاها تنزل في الفلوس بس هي ما رضتش. بقى كده تلو دراعي. طب بعدين انا التصوير بعد يومين. طب ايه اقولك بقى؟ انا هضايقها. كلميلي بدرية طلبة. على فكره يا مستر ادهم انا من ساعه ما عملت فكره الاعلان وانا كان رايي يعني ان احنا نجيب وجه جديد، نجيب حد كده فريش ما تشافش قبل كده عشان الناس تصدقه. طب كلمي الواد جريشه بسرعه اجيب بنات عشان نعمل كاستنج. ماشي يا هند. دخلوا جريشه والبنات. ايه ده بالسرعه دي؟ انا مكلمين من امبارح وهو واقف بره بقاله ساعه. صباح الخير يا صانع السعاده. صباح الخير يا رانيا. سهام، ريهام، واخيرا وليس اخرا ميرفت. لف كده يا ميرفت. انا قلت هتعجبك ميرفت، بتلف لوحدها. تنفع صح؟ لا لا. ليه؟ تتناقشني انا ولا ايه؟ استنوني بره انتوا يا ملات. يلا. ليه؟ ليه يا صانع السعادة؟ دول صفوة الصفوة. دي مناظر تعمل حملة ضد التحرش يا جريشة؟ ما هو لازم يبقوا مادة خام للتحرش. اسمع على البنت اللي أنا عايزها للحملة دي لازم يكون ليها بوصفات معينة. بنت تبدو منكسرة وهي جبروت، طيبة بس متوحشة. أنت معايا يا ابني ولا مع الأسف؟ أقطع دراعي لو فاهم حاجة، بس على العموم أنا معايا فلايش لكل مودلز مصر. كله فلايش؟ هتلاقي السمرة والشقرة والبيضة والحمرة. ايه يالا انت المناظر دي؟ في اسعادتك. ايه المناظر دي يا دنت؟ لا مؤاخذة بيدي فلاشة واحد صح. استنى شوية. فلاشة غلط يا بيه. استنى شوية. يا بيه الفلاشة غلط. استنى شوية يا حمار انت. الله. حاضر سعادتك. بص البنت دي يا رانيا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي هايلة. دي تقريبا فيها كل المواصفات اللي احنا عايزينها. مين دي يا جريشة؟ معرفش بس اكيد موديل. لا يا شيخ، امال احنا كنا بنتفرج على البوم العيله واحنا عارفين انها موديل. مين دي؟ معرفش يا بيه بس النهارده هعرف. انا عاوزها تتوجد حالا النهارده بالليل تكون عندك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك جارنا هنا في العماره؟ انا اسماعيل ساكن في الشقه دي. معلش ما اعرفكش قوي بس انا لسه جاي العماره جديد. انا يسرى جارتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حصل موقف بايخ قوي، الشقه اللي خدتها طلعت بحري. طب وايه البايخ في كده يا فندم؟ دي شقه طلعت بحري، دي ميزه. ما انا بطلع كيس الزباله نسيت شباك الحمام مفتوح، فطيار الهواء رزع الباب في ظهري اتحبست بره. معاك موبايلك؟ طب ويا فندم ايه علاقه موبايلي برزعه الباب وطيار الهواء؟ ما عشان اكلم جوزي يجي من الشغل بدري بدل ما انا واقفه بقميص النوم على السلم كده اللي طالع ناس بتتفرج عليا. ايوه صح يا فندم صح. ما هو فعلا سؤال سهل. يا امه ناوي شفتك وعلمتك وعظيمك. ايه ده جرى؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ واقف بقميص النوم كده على السلم، ومين الحيوان ده؟ ناوي انا حيوان يا بغل يا متخلف؟ مين العربيه الدوتش اللي دخلت علينا دي؟ عيب يا سامح، ده استاذ اسماعيل جارنا. يا خاطر ده انا شايفك وانت بتكتبي له رقم تليفونك على موبايله. وانت بقى لاهلك انت هتديني رقم تليفونها؟ ان شاء الله حتى الله يطلع السلم. انت مالك انت؟ طلعياك ومالك جدي جوز المعز؟ لا طليد لا طليد، انا ما لقيتش والله. لا ما كنتوا بتعملوا ايه؟ انا كنت قاعد باخد منه التليفون عشان اتصل بتلحقني وانا واقفه. انت ايه اللي جابك بدري من الشغل؟ عشان اكتشف خيانتك يا خاطيه. انا ما باكلش من الكلام ده، ثم انا عارف الاشكال دي العالم منظراته حالين كده دول. يا عمك ايه احترم نفسك. استاذ اسماعيل استاذ اسماعيل هيضربك هيضربك. استاذ اسماعيل لو سمحت ادخل شقتك بقى، ادخل شقتك. امسك موبايلك بقى، خش شقتك علشان خاطرك انت يا مدام. والله بس مره تانية والمصحف هفضك بالمنوف رفرف وشك. كفايه كفايه فضايح. والنبي احنا في العماره الناس نزلت تريني بقميص النوم على رجلين يقولوا عليا ايه الفضايح اللي انت عاملها لي في العماره دي؟ ما تاخدنيش في دوكه. مين الحيوان ده؟ انت مستدخل نفسك ولا ايه؟ امر طلع الموبايل. مش مطلع الزفت. معلش يا استاذ اسماعيل طلعنا الموبايل، احنا واقفين على الطلاق، بيتنا هيتخرب. مع الحيوان ده اتمنى انه يتخرب، دي فرصه ما تضيعهاش. طلعهوله عشان يرتاح. اتفضل. شكاك وعنيد. ايه يا عم
الصفاره دي؟ انت واقف غيط حمام ولا ايه؟ ايه الزغلوله دي؟ مين دي؟ ايه اللي دخلك في الجاليري يا بني ادم؟ لقيت حاجه في الموبايل تخص مراتك؟ دي لا لا ما مش مع دول. بقول لك ايه، ما تبيت الموبايل ده معايا النهارده. ابيت ايه معاك؟ ده انت متجوز مدام فيكتوريا سكرت نفسها. احنا اسفين يا استاذ. اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ اموته؟ والمصحف الشريف اللي قلب وشك كوبيبه النهارده. انا عملت ايه؟ اسماعيل انت جني؟ انا ما قصدكيش يا غاده والله، انا اقصد الجاموس اللي واقف بره. طب انت هتدخلنا ولا هنفضل واقفين؟ اه طبعا، تعالى يا سليم حبيبي تعالى. اتفضل. انا اسف، انا اسف جدا. الحمد لله، ده انا كنت هخرج له بالمخرطه. ثانيه واحده هجيب لك تلج. ثانيه واحده. لا انا مش هستنى كتير، انا جاي اسيب لك سليم وامشي على طول. مش فاهم، هو انا مش قايله لك ان انا مسافره دبي استلم الشغل الجديد وهسيب لك سليم لحد ما اظبط اموري هناك؟ انت جايبني ملوخيه احطها على دماغي؟ في ولايه اجيب؟ وبعدين انت قايله ان انت مسافره يوم 15. النهارده 14. لا anyway سليم بينام الساعه 9 بالليل عشان يصحى الساعه 6 للباص. مفيش سويتس عشان سنانه، مفيش جانك فود، ياكل كل حاجه مفيد وصحي، ومفيش تمرين كوره تاني. كوره لا ليه؟ ده الراجل بيقف جون احسن من عصام الحضري. مامي مامي شفتي بابا بيقول ايه؟ بعد اذنك بقى خليني ارجع اتمرن كوره تاني. ولد المره دي مناخيرك اتكسرت، المره الجايه رقبتك هي اللي هتتكسر. اسماعيل انت ما تعرفش اي حاجه عن الولد من يوم ما اتطلقنا، فمن فضلك تسيبني انا اربيه بطريقتي عشان الولد ما يجيلوش كونفيوجن. لا كل لا كونفيوجن، انا لو حسيت باي اعراض كونفيوجن هكلمك على طول. تعليماتي تتنفذ بالحرف. باي روح قلب مامي. انت عايش ازاي مع الكونفيوجن دي؟ انا جعان، تتغدى معايا؟ اه. عايز تاكل ايه؟ ممكن اطلب كنتاكي. طب ومالك مرعوب كده ليه؟ انت خايف منها؟ ده انت لو عايز تاكل في زيزو النتانة هاكلك. ولا سليم لو عايز تقلع مالته وتجري في الشقه عادي، احنا رجاله زي بعض. يا سليم المسجات اللي بتجيلك دي، انت في موزه بتلغيك بالليل ولا ايه؟ ساعة تسألني تسأل انت نمت ولا لا؟ ما تردش عليها، دي ساعة الحظ ما تتعوضش يا راجل. بجد؟ ايوه سيب التليفون. بابي هو انت مش بتحب مامي؟ يا سليم بص يا سليم، انت كبرت ولازم تفهم، مش معنى ان انا ومامي انفصلنا عن بعض ان احنا بنكره بعض، لا انا ومامي عكس بعض. يعني ساعات البني ادم كده يعني بيبقى ليه معطياته، خد بالك المعطيات دي بتشمل على حاجتين، احتياجات واهواء. انت فاهمني يا سليم ولا انا بتكلم الماني؟ فاهم. انت كذاب اذا كنت انا مش فاهم نفسي اساسا. ده اكيد الدليفري. بص بقى هعمل لك طبق بيض بالبسطرمه تاريخي. لا تقول لي كنتاكي بقى ولا تشيكن ناجتس، مفيش الكلام ده. جيت في وقتك يا معلمي. حسابك كام؟ 700 جنيه. 700 جنيه؟ ليه يا معلم؟ احنا طالبين ايه؟ امسك 700 جنيه. يا نهار اسود. طب بص يا معلم احنا مش عايزين الحاجات دي، احنا هناخد دول. حسابك كام كده؟ كده 540. ليه يا عم كتير برضو؟ ما تخلف على بكره احنا يا اخي. يا اسماعيل انت بتتخانق ولا ايه؟ جرايا صيع، جرايا صيع، واحنا صبعنا في بقنا صيع. اهدى اهدى يا جريشه، اهدى، ده الراجل بتاع الدليفري حرام عليك. امال لابس لبس السجن ليه كده؟ بقول لك يا جريشه حاسبه قبل ما اعمل للواد لقمه، الواد على اللحم بطنه. حاضر حاضر، ما انا على طول كده. 540. لا يا حبيبي هم 200 جنيه حلوين قوي. 540 لا لا اتكل على الله، يلا 200 جنيه حلوين قوي. مش هينفع يا فندم. انا مال انا بيه؟ انت مش شايلني همك ليه؟ يلا يا حبيبي. مش هينفع. يلا يا اخويا بس دي اول مره وبعد كده هنجيبك تاني. يلا بس تجيب ايه يا فندم؟ يلا اتكل على الله. ايه ده؟ سلم عامل ايه؟ يالا ازيك يا انكل جريشه؟ بقول لك ايه يا جريشه؟ انا بعمل بيض بالبسطرمة، عامل حسابك معانا؟ والله سبقتكم، بس مفيش مشكله يعني لو اكل لقمتين معاكم. ماشي. بقول لك ايه يا سمعه؟ امرني. في بنت كده انت تعرفها مزنوق فيها. اطش وشك بالزيت ده اشوهك والمصحف، الواد قاعد. يا اخي انت فهمت ايه؟ امال ايه؟ لا ما اقصدش مش للدرجه دي. بنت صورتها كانت على الفلاشه اللي انت اديتها لي. مفيش حريم على الفلاشه بتاعتك. لا حبيبي في حريم وحلوين وطعمين كمان. فين الكمبيوتر؟ الكمبيوتر في الثلاجه، لكن لو اللابتوب جوه. حلوه. عندك في المفاعل؟ ايوه. يا سلم يخرب بيتك وحشني. عيال صغيره بس قرود. بقول لك يا سليم، انا كنت بعمل لك بيض بالبسطرمه بس تقريبا قلبت مني على فاصوليا بيضة. سمعة يحرق ايامك. تعالى لقيت البنت يا سمعة. يحرق ايامك. بنت ايه؟ ايه يا عم القمر المنور دوت؟ هي دي؟ تخيل ادهم العش عايزها في حملة اعلانية كبيرة قوي.
وما لقاش غير دي؟ بتطلعها في القفص بنت الجزمه. بتحترم نفسك يا اخي بقى، احترم نفسك. الله فيها يا جدع، انت محموق عليها ليه؟ هي خطيبتك. والله شكلك انت بقنت معاها ولا مظبط معاها. مظبط ايه؟ ما ينفعش اظبط معاها اساسا. ليه يا اخي؟ هي جت عليها. البت دي، البت دي انا وانا البت دي. طيب يا سيدي ما تقلقش عليها، هناخدها تعمل الحمله وارجعها لك صخ سليم. طب افهمه ازاي المتخلف ده؟ يا بني ادم انا والبت دي بني ادم واحد. ازاي يعني؟ كنت بعمل ماسك واحده ست، فجبت بنت موديل اجربه عليها، فالبنت طلبت فلوس زياده فعملته على نفسي. على فكره انت بتتشل على فكره، والله العظيم هو ده اللي حصل. ما تنفسي نفسك كده. ايه يا جراش، هو انا هختصبك ولا ايه؟ تليفونك سيبير. الو. ايوه يا صانع السعاده. يا زفت. البنت اللي حضرتك طلبتها عشان تعمل الحمله، اهلها يا سيدي اهلها مش راضين ان هي تمثل. انا هصور الاعلان بعد بكره. عرفت تجيب البت استبينا، ما عرفتش تجيب البت انا هبعت مدير انتاج دكر يجيبها من شعرها. هتقعد في بيتكم وهيطلع عين امك. الله يخرب بيتك يا اسماعيل وبيت سنينك السودة. حسبي الله ونعم الوكيل، طيرت مني المصلحه وقطعت عيشي. ايه يا عم انا ذنبي ايه؟ اللي هيجنني اموت واعرف ليه المخرج بتاعكم مصر على البنت دي تحديدا. يا عم ده حمار، ده عمل فيها الباتشينو وقال لي اصل شكلها جديد، شكلها شرس بس نظرتها بريئه. اعمل ايه بس؟ طب بص عليها جريشه، دخل العيل الصغير ينام عشان نتكلم كلام كبار. سليم حبيبي خش كمل الساندوتش في الاوضه. خش خش يا حبيبي. يلا حبيبي. انت هتركب على المصلحه دي يا اسماعيل. اركب عليها ازاي يا جريشه؟ خد لك بس نفسين من المزمار البلدي ده واسمعني كويس. هي ديتها 5 ساعات تصوير، وتاخد ال 20,000 بلبل وتهبط. مش عايزينك يا اخي تاني، تدفع الديون اللي عليك وتصرف على الغلبان الصغير اللي جوه دوت. يا راجل ده لولا الشقه اللي انت وارثها من ابوك كان زمانك دلوقتي انت وابنك في الشارع. وانا اضمن لك يا سيدي انك ترجع صخ سليم، محدش هيلمسك ابدا. بقى عايزني انا؟ انا اسماعيل الجرح ايقونه الرجوله، رمز الفحوله، يجي على اخر الزمن واعمل واحده ست؟ يلا يا جريشه يلا يا جريشه. يا جدع انا بقول لك مصلحتك. يلا يا عم مصلحتك، يلا مصلحتك، يلا يا عم جريشه. افهمني بس يا عم. يلا انت هتعملها مره. يلا يا عم خد المسمار ده بتاعك وتوكل على الله. طب حق البقاله. يلا يا عم العدي حاجه اللي عايز اربيه. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا عم. يا حرج صيع، حق البقاله يا صيع. ايه ده انت مين؟ انا سليم. سليم مين؟ سليم ابن جوز المدرسه هيفوتنا. بس المدرسه؟ يا نهار اسود، راح في وشك بسرعه بسرعه بسرعه. قبل ما جهزت الواد وعملت له شيء. ايه ده؟ مش مشكلتي تحكي لي. انا اسف يا ابله عفت. ايه ابله دي؟ طب اقول ايه؟ انا اسف يا مدام عفت. بس يا جزمة منك ليها. ايه يا استاذ في ايه؟ ايه مدام دي؟ تضارير مش شايف؟ انا الحقيقه دلوقتي مش شايف حاجه خالص، لان ما شاء الله حضرتك حجبت زاويه الرؤيه. اللي هيضحك تاني هبلعه. انا عايز اقول لك ان اداره المدرسه بعت لك معايا مفاجاه. غمض عينيك، فتح عينيك، الجواب ده ليك. يلا يا فكري. ايوه غدا. ايوه سامعاني؟ سامعاك. طب بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع مهم. بعدين انا مشغوله. لا بعدين ده ايه؟ اسمعيني، المدرسه بعتين جواب عايزين بقيه قسط المصاريف بتاعه الواد سليم، ولا مش هيدخلوه المدرسه تاني. طب ما تدفع. ادفع يعني ايه يا غدا؟ وانت عارفه ظروفي المهببه. انت مدياني الواد مديون ولا ايه يا غدا؟ اسماعيل انا بدفع من ساعه ما اتطلقنا، وبعدين سليم ابنك زي ما هو ابني، اتحمل المسؤوليه شويه بقى يا اخي، خلي عندك دم. ايوه غدا بس دول 30,000 جنيه وانا اللي في جيبي ما يكملوش 30 جنيه. خليك اب مره واحده في حياتك بدل ما انت مقطيع. طب انت عصبيه كده ليه؟ ما تهدي. مش هفضل شايله مسؤوليتي طول عمري. هو انت ايه؟
بتقول ايه؟ يعني ايه يا انت مش عارف تجيبها؟ قول بقى انك خرفت ومبقاش لك في الشغلانه يا حبيبي. هو ممكن يكون فعلا مش عارف يجيبها، وعشان كده في كذا ايجنسي ممكن تجيبها بدالها. يا جماعه ما ينفعش بنت كومبارس كنت بديها 200 جنيه في اليوم اديها 100,000 جنيه في الاعلان. 100,000؟ اه كتير برضو. عشان كده بقول لكم شوفوا اي حد تاني غيرها. اسمها ايه البت دي؟ اسمها رغده. شوفي حتى الاسم قديم. انا ماني وايز ماليش علاقه بالموضوع، بس البنت ملامحها ان جدا للحمل. طيب يبقى على البركه، قول لها يا ابني ان احنا موافقين. موافقين ازاي؟ الله يا باشا انت كده بتعص علينا الناس وبتبوظ السوق. انت مالك انت؟ انت هتدفع حاجه بتجيب امك؟ الله ازاي يا ادهم؟ ادهم ازاي يا صانع السعاده؟ اسمع كده مالك؟ البنت دي انا عايزها بكره، بكره الصبح تكون عندك في البلاتو. انزل من على ودانا يا جريشه، انا عمري ما هعمل التهييس اللي انت بتقول عليه ده. التهييس اللي انت بتقول عليه ده هيجيب لك فلوس زي الرز، دول رفعوا المبلغ ل 40,000 بلبل. 40,000؟ اه ل 40,000 ولا 60,000؟ انا ما فيش الكلام ده. راجل عض، انا مش عارف انت متجعرن قوي ليه كده، مع اني عارف كبير وغطاه. مش عارف اسماعيل يعني، بس انا واحد من الناس مش هطلب منك تمن البقاله. انت بتعايرني يا جريشه؟ ان شاء الله ربنا هيدبرها من عنده يا سيدي. ونعمه بالله، بس ده رزق وجالنا نعمه، نرفضها؟ لو كترت في الكلام شكل انا اللي هرفضك. طب انت عارف يا اسماعيل لو ما دفعتش مصاريف المدرسه لسليم هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل حاجات كتير اوي، كتير اوي، حاجات كتير. سليم هيطرد من المدرسه الانترناشونال، وهتضطر ترميه في اي مدرسه. هيتعلم الصياعه، وده المكان أصحابه نور ومهند هيبقى بره وكرع، وسليم الكيوت هيتحول لبلطجي وشبح ويقعد يثبت في الناس، ومش بعيد يثبتك انت. وبدل ما كنت تتمنى تشوفه دكتور ولا مهندس هتنتهي حياته في السجن. السجن، السجن يا اسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلله ولا فرحك. قلت لي التصوير امتى؟ بقولك ايه، بصي دي كده. هو بس مشكلته الالوان فرايحي، احنا بنعمل حمله لا للتحرش، يعني قولي له اهدى شويه. حد من الانتاج يشوف لي جريشه. تحت امرك يا صانع السعاده. بنت جت؟ جت طبعا. تعالي يا رغده. الرحمن الرحيم. اهدي سامحني. لو سمحت معلش، انا اسفه، لله السلك لمس في الكعب فتقريبا اتكهربت. لا ولا يهمك، ده من حظ الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه يا ضه على موضوع نبويه ده. ايوه صح. هو نبويه ايه؟ احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده، انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي الكرييتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي، انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص لا هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا. جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا باشا. حرك. رغدة لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ ارجوك لو سمحت. انا كنت عايز اسالك بس، انت مثلتي قبل كده ولا دي اول مره؟ لا اول مره امثل. حد قال لك قبل كده انك شبه منى شلبي؟ لا بيقولوا لي اني شبه مدحت شلبي. احنا جايين نهزر بقى ولا ايه؟ امال جايين نعمل ايه؟ نعزي؟ جسمك حلو قوي. بتلعبي رياضه ايه؟ انا بلعب رياضه الزانه. تسمع عنها؟ اوه اللي اسمع عنها. اكيد هي اللي مخليها جسمك عامل زي الخرزانه. الخرزانه دي هتنزل على ادبك يا سافل. انا عايز اصور. سفاله وقله ادب. شوفوا بقى يا جماعه هنبدا. اتفضلوا. بص يا رغده، انت واقفه وسط الزحمه ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوه اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم.
بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه فيه. يا حبيبتي انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتمان، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي، اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات، هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات؟ اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا بمنتهى الانكسار وهتعيطي، وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نوقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت. بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ اه. عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شط واحد تحرش اول مره. اكشن. ايه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين؟ الحالة يا استاذ ادهم، الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه في اوضه النوم مش في اتوبيس. ادهم. ايوه. مجنن هزر، انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده؟ هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطري. بس حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس. خلاص يلا يا ريس، عايز اصور يا جماعه. يلا. بقول لك ايه؟ ايه؟ بقول لك يا جريشه، انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شط واحد تحرش تاني مره. اكشن. بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هما فين الرجال دي يا اخويا؟ انت عايز قلمات بوشك؟ انت اللي عايز قلمات مش قلمات. ايه يا ولاد انتوا عايز حد عينه كل ايه؟ سيبني يا حبيب، سيبني يا ضلال. لبسني واحده ست وكمان جايب لي حمدي الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه، ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر، لكن حمله لا للتحرش. المره الجايه هتجيبني في حمله ايه؟ تنظيم الاسره. حد جاي؟ يا نهار اسود، وشك وشك ابتدى يشقق. قوم اعمل اي حاجه بدل ما نتكشف بسرعه. اتفضلوا اتفضلوا. برافو يا رغدة، برافو، رياكشنك التلقائي ده غير كونسبت الحملة خالص. بجد؟ انت عارفة يا رغدة أول مرة حد ايه ده؟ رغدة انت معايا يا ماما ولا ايه؟ لا لا ولا يهمك، أول مرة حد ما ينفذش تعليماتي ومع ذلك أنا مبسوط جدا بجد. عشان كده أنا بفكر أغير الشعار بتاع الحملة. لو حد اتحرش بيكي خد حقك بإيديكي. نوصل للمهم بقى عشان خاطري. جريشة، مين هيوصل رغدة؟ أنا يا صاحب السعادة هوصلها بعد ما قبض كرو. هتستنى ليه؟ هي كرو قرف اللي انت بتقوله. أنا هوصلها. براحتك يا ريس. لا هو في الحقيقة أنا ما ينفعش أروح مع حضرتك خالص، لأن أنا أصل أنا ساكنة في أرض اللواء، وبعدين دي منطقة كلها رتب وفي لجان ممكن أتثبت هناك. طب خلاص يا جماعة مفيش مشكلة، أنا هوصلك في طريقي يا رغدة. يا جماعة ما تضغطوش عليها، أهلها معاك. لا أنا موافقة أروح مع عند رانيا حتى نسهل بعض طول السكة. أنا مش فاهمة يا رانيا إزاي أنت بتتعاملي مع البني آدم اللي اسمه أدهم ده. ده بني آدم فظيع، تحسي كده إن كتلة غريزة ماشية على الأرض. هو فعلا فظيع بس على نفسه. أنا من أول يوم اشتغلت معاه فيه وأنا موقفة عند حدوده. على فكرة أنا كذبت عليك يا رانيا، أنا مش ساكنة في أرض اللي هو ولا حاجة. ما أنا خدت بالي طبعا، عشان كده اتدخلت وقلت إن أنا اللي هوصلك عشان أرحمك من تحت إيده. بقولك إيه يا رغدة، احنا نوقف 10 دقايق بس قدام النادي، بنتي تخرج ناخدها ونمشي على طول. ايه ده بنتك؟
انت مخلفه ومتجوزه كمان؟ لا انا مخلفه بس مش متجوزه. اي تكوني من بتوع الخلفه من غير جواز والسنجل مازر والملياطه دي. على فكره انا اتجوزت وخلفت واتطلقت زي اي بني ادم طبيعي على فكره، وبعدين ما كنتش عايشه في مصر اصلا. ما كنتش عايشه في مصر؟ امال كنت عايشه فين؟ كنت عايشه في ايطاليا، كنت بدرس هناك وتعرفت على طليق. اه طب يا ترى بقى اللي كان جوزك ده ايطالي ولا ميد ان ايجيبت؟ ده كان ايطالي، كان ايطالي. اتجوزنا وخلفنا ملوكة، قعدنا 3 سنين وبعدين اكتشفت ان احنا مختلفين قوي، وبصراحه بقى انا بكره كده. اكيد طبعا مش ايطالي، مملوك الكذب بيلففوكي على المروحه وانت واقفه. الموضوع ملوش علاقه بايطالي ولا مصري يا رغده، الموضوع ليه علاقه بالرجاله، طبع الرجاله هما كلهم كده. عشان كده انا قررت ان انا اقفل باب الحب ده خالص واعيش لبنتي. لا ده كلام كبير قوي، ده انت محتاجه قاعده. اكيد هنقعد كتير يا رغده. خدي بقى سجلي رقمك عشان انا هحتاجك في شغل قريب، فاعملي لي اد على فيسبوك. اه يا حبيبتي بالنسبه للفيسبوك انا اصل الموبايل بتاعي فاصل شحن، لما اروح اعمل لك اد اكيد. شور. هاي ملوكا. هاي مامي. مش تقولي هاي لتان؟ هاي تان. هاي روحت. ايه ده؟ هي بنتي كانت في النادي ولا كانت شغاله في منحل؟ منحل ايه ده؟ بالماسك بتاع لعبه الشيش. لعبه الشيش؟ معلش يا روح طنط، اصل طنطك اخرها في الشيش، الشيش توج والشيش كباب. اطلعي يا حبيبتي هيدونا مخالفه. اطلعي اطلعي. يا دليله السودا. لو سمحتي اموريني. حضرتك مرات الاستاذ اسماعيل جاري؟ لا مراته ايه؟ انا اختي يا دنايا. اول مره اعرف ان عنده اخت زي القمر كده. الله يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الباب اتقفل عليا وانا برمي الزباله، اتحبست بره. ايه ده تاني؟ طب بقول لك ايه، ما تبقوا ترموا زبالتكم الشباك وبلاش قرف. وانتيش عرفك ان انا اتقفل عليا الباب قبل كده وانا برمي الزباله؟ اه سؤال في محله. لا اصلي على فكره اخويا اسماعيل ما بيخبيش عني حاجه، ده حتى حكى لي بالاماره لما جوزك ابن الكلب الواطي حاول يتطاول عليه. عارفه انا لو كنت موجوده كنت قلعت الجزمه وزرفتها له ببقه. سامح كده طول عمره مندفع وعامل لي مشاكل، بيغير عليا موت. ممكن اخش عندك بس جوه في الشقه لغايه ما يجي؟ لا بلاش يا حبيبتي جوه في الشقه، عشان انا 10 دقايق وشي هيشقق يعني. هو ايه اللي شقق؟ لا اقصد ما تاخدي الموبايل تكلميه احسن. اكلمه ليه؟ ده هو زمانه خرج من الشغل، زمانه في السكه، زمانه على وصول. تعالي بس نخش جوه. اصل انا عايز اقول لك على حاجه، اصل انا قاعده في الشقه لوحدي. طب وايه يعني؟ ما احنا اتنين ستات زي بعض. ايه ده احنا زي بعض؟ ايوه. طب اتفضلي يا حبيبتي، بس انت المسؤوله. هاي تعالي احسن حد يشوفنا. اتفضلي اتفضلي يا روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقفلي الباب. لا يا حبيبتي خلي الباب مفتوح لحسن انا جسمي مسهد ما بطيقش الهدوم اللي عليا. لا اقفلي الباب احسن حد يشوفني وانا بقميص النوم. لا 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 يا حبيبتي، اصل انا قاليه سمكتين بوري قبل ما انزل فريحه البيت تقليه. الله. ايوه بيتكو حلو قوي بجد. اه والوانه حلوه بجد وفرشه حلو، شكلكم عندكم ذوق. الله صحيح احنا ما تعرفناش. انا رغده. وانا يسرى. رغده ويسرى؟ ايوه. ده احنا كده ناقص لنا ناس تدغيني ونعمل فيلم لحم رخيص. دم خفيف يا مضروبه. اتمنى ما اكونش قلقتكم. الا قولي لي. ايوه فين استاذ اسماعيل؟ اسماعيل تعيش انت؟ يا لهوي مات. لا اقصد يا حبيبتي ان انا لما باجي هنا زياره بيسيب لي البيت، اصل انا مش عايشه هنا. انت عايشه فين؟ انا عايشه في باكستان. وبتعملي ايه في باكستان؟ فاتحه محل كوافير هناك يا حبيبتي. آه. فلما باجي بقى فجاه هو بيسيب لي البيت علشان ابقى براحتي يعني. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي حقيقيه؟ دي حاجات يا حبيبتي، اصل انا بدرس طب قسم تشريح. وايه المناخير دي؟ مالها كبيره كده ومنفوشه؟ اه اصل دي مناخير واحد مدمن. اه لا ما تلعبيش لينف في ايدك. ايه الصبع ده؟ ماله طويل كده ليه؟ ده تخين قوي. تخين وطويل؟ طب ازاي؟ تاني هو. لا مش معقول، عندك حاجات تانية تفرجيني عليها؟ اه انا هموتها يا ربي. ايه ده؟ مين البقرة اللي دخلت علينا دي؟ مين دي يا ولية؟ انت ازاي تدخل بيوت الناس كده يا ابن الكلب يا واطي؟ هتغلطي يا هزاك. ايه ده يا رغدة؟ ده سامح. ده اللي غلط في اسماعيل اخويا؟ اسماعيل اخوها؟ ايوه اسماعيل اخوها، دي رغدة. يا اللي فاضحني ومجرسني في كل حتة، يا اللي بتشك فيا. معلش يا حبيبتي. تعبت منك يا اخي. معلش يا حبيبتي معلش. اسف يا اسرة. اسف يا مدام رغبة. رغبة؟ انت ما تسمعش كمان يا بغلة يا حيوان. رغدة اسمي. رغدة انا اسف، انا اسف جدا بس بحبها. تحبها تقوم تعمل فيها كده يا سافل يا حيوان؟ مراتك الغلبانة كانت واقفة مالت بين السلم، خدتها معايا. ايوه دخلتها بيتي علشان احافظ على شرفك يا خرتيب. اه هلقت في بقك. اه خدتني على اخوانا. انا اسف اندفعت من خبطة الشنطة في ملامحي. أنا آسف. يلا بينا نروح بيتنا. أنا خلاص مش عايزة أعيش معاك تاني. ما تتكلمي يا مدام رغبة، قولي لها حاجة حنيني قلبها عليا. معلش يا يسرا روحي معايا.
الست مننا ملهاش غير بيت جوزها. بصيها بصيها هي بتهدى ما تتبس. مش حبيبتي روحي روحي معاك. بطل. مامي ما تردش ما تردش. استنى استنى استنى. بقول لك ايه، احنا ما بنتفرجش على الافلام. رد رد. الو، انت ما نمتش ليه لحد دلوقتي يا سليم؟ يا ماما فاضل 10 دقايق على النوم. الساعه 9 على 10. شربت اللبن ولا لسه؟ مش لازم. وما تنساش تغسل سنانك قبل ما تنام. مش هنسى.